أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فلو رأيتم فرحة النبي صلى الله عليه وسلم برمضان لعجبتم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقال: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، فرض الله عليكم صياما تغلو فيه مردة الشياطين، تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق أبواب النار، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، والناس قد استقبلوا رمضان فهم يعرفون أن رمضان قد جاء. وهذه صيغة فرح، إذا جاءك ضيف وحضر ودخل المنزل ورآه الناس، هذا لا يمنعك أن تقول جاء فلان، وأنت لا تخبر بجديد من حيث الخبر، لكن هذه الفرحة: أتاكم شهر رمضان. بل في حديث ابن ماجه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وأغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. هذه التفصيلات هي مبعث الفرح وأصل الأنس رمضان، وجه المحبة لهذا الزمان المبارك. وأنت الآن تفرح مرتين وأنت تستحضر هذا المعنى، تفرح بما فرح به النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المعاني التي نحتاج إليها كثيرا مع كثرة الضغوط وكثرة الصروف وشدة الظروف والتراجع والغفلة والبعد. الآن صرت قريبا، لماذا؟ فتحت أبواب الجنان فلم يغلق منها باب، فأنت تستطيع إن شاء الله تعالى بمنة الله وتيسيره وتوفيقه وهذا الجو الذي هيأه أن تسلك طريقك إلى الله بيسر وسهولة. غلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب، أين أنت من هذا؟ أنت بعيد عن النار. صفدت الشياطين، مردت الجن الذين يعملون عملهم على مدار العام، الآن هم في كرب وهم في بلاء، فالأجواء كلها تنادي عليك. ولهذا: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، فما بالنا لا نفرح بما فرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الفرص المهيئة. لكن أعجب من هذا، ولعلك لا تنتبه إلى هذا المعنى،
أن تفرح بموافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مجرد الموافقة والمشابهة هذا مبعث فرح، إذ ليس كل الناس كذلك، ليس كل الناس يوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحين ترى من نفسك أن هواك على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فرح، وليس كل الناس يفرح هذا الفرح الذي يستشعره المؤمنون. وإلا فمن الناس من يضيق برمضان ويضج وينفر ويكره ويتأفف ويرى أنه موسم تقييد وضغط ورسوم قد تؤخره عن أهوائه. وهذا بين المسلمين، نحن في دائرة المسلمين. من المسلمين من قال: دعاني شهر الصبر لا كان من شهري، ولا صمت بعده يوما من الدهر. هذا يستقبل رمضان يقول يعني رب يكون آخر مرة، آخر رمضان، ليته ما كان، لا كان من شهري. هذا رجل مسلم، لكن يرى في رمضان أنه متعارض مع كسل العالم، خاصة المسألة سخنت وجاي الأدوار النهائية، أنا هنصلي ولا متعارض مع المصيف، متعارض مع أنت يعني اسحب هذا المعنى على ما تحب مما يفعله كثير من الناس. لكن المؤمن لا يعدل بهذا المعنى غيره. أنت الآن فرحان لرمضان وهذا تعرفه، وفرحان لأن قلبك وافق قلب النبي صلى الله عليه وسلم وانضبط. هذا مؤشر خير، مؤشر يدل على أنك على الطريق الذي يفرح لما يفرح به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شرف. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. من الرشاد أن تنظر إلى نفسك فتجدها على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، تحب ما أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبغض ما أبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرح، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. ولهذا عامة المؤمنين بلها الصالحين بلها من يعني ترقوا في درجات الولاية والصديقية لا يتحملون الدنيا من غير رمضان. ترى لو نزع هذا الشهر من السنة كيف كانت تحلو الدنيا؟ نحن نعيش على أمل أن ندرك رمضان الذي بعده ونفرح كلما اقتربنا منه، وإذا وافقنا فلا تسأل عن الأنس والسعادة والفرح. وإذا ما أوشك على الانتهاء قبل أن ينتهي تسأل عن الحزن والألم والإشفاق. فإذا ما فات كاد أحدنا أن يموت من الغم، لولا أن الله عز وجل يخرجنا من رمضان فيعزينا بموسم الحج فننشغل بطاعة أخرى. فإذا انتهى ذلك عودنا نقول أين نحن الآن؟ يقول نحن في ربيع. يقول طيب بقي شهرين جمادى الأولى والثانية ثم يأتي رجب الذي هو مقدمة يعني رمضان. فإذا جاء رجب وشعبان فأنت مشغول سنتك كلها برمضان. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أنك ترى فيه الجنة. هذا القرآن الذي نعرفه وهو في مصاحفنا وأمام أعيننا
لكن سبحان الله ما ندري ما الذي يمنعنا منه، ونحن نأسف لذلك، بل ربما لا نأسف لأننا مشغولون. فإذا جاء رمضان وعاينا القرآن ووقفنا خلف الإمام، والسر ليس في الإمام، وإلا فهذا شأن المسلمين في الدنيا، ولا يجتمعون على إمام واحد، الأئمة كثر، لكن السر في القرآن. صليت في الحرم في مكة، في الحرم في المدينة، صليت في مسجد يعني في طنطا، صليت في مسجد في كندا، صليت في مسجد في نيجيريا، هو نفس المعنى. صليت وراء إمام أبيض أسود صوته يعني، ولا يعني لو كنت خاشعا لرأيت القضية كلها في المعاني التي تتلى، أنت تستشعر أنك تتلقى عن الله، وأن الله عز وجل يقترب منك، وأن الله عز وجل يحبوك ويعطيك ويفتح أمامك المجالات الكثيرة. وحينئذ تأنس بهذا القرآن الذي ما زال غضا طريا كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أنزل. الشهر كله مصبوغ بصبغة واحدة، طعم من أطيب طعم في الدنيا، الاحتساب. ولهذا قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، وقال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. فأنت الآن مع الإيمان تتقلب في معاني الإيمان على حسب الفتوح والعطايا والهبات، وأنت ترى من نفسك أن هذه نفسها تتفاوت من وقت إلى وقت، ومن ركعة إلى ركعة، ومن سجدة إلى سجدة، ومن دعوة إلى دعوة، ومن حال إلى حال، لكن كلها أحوال إيمانية، وأنت تحتسب هذا كله. ولهذا تتلمس لحظة قرب تدعو فيها ربك سبحانه وتعالى، تستغفر فيها طعم جديد وروح جديد، تسجد سجدة وتطول. ولهذا المحتسب لا ينشغل بالعوارض الكثيرة كالتي تحدث هذه الأيام، كل يعني ربع ساعة ولا نصف ساعة انقطع الكهرباء، بعض الناس يقول أف وتف، لكن المؤمن المشغول بهذا المعنى هو في واد آخر، ربما إذا انقطعت الكهرباء يأنس بالظلمة ولا يرى أحدا أمامه إلا ربه سبحانه وتعالى، لا ينشغل متى تعود ومتى تضيء، لأن الضياء في داخل قلبه، ولأنه لا يعرف الفراغ، إذا أظلمت فهو يستغفر، وإذا كان بصيص فيتم ورده ويريد أن يسبق، وإذا كان في أي حال فعنده من الوظائف ما يكفي لكل الأحوال، لهذا لا ينشغل يعني ضجيج خارج المسجد، أو يعني انقطاع عن الكهرباء، أو شيء من الحر أو الطقس الذي يعني لا يوافقه أو لا يعجبه، إنما ينشغل بهذا البطالون. لكن أصحاب المعاني يوظفون لكل حالة ما يناسبها، فهو مع الله سبحانه وتعالى يظن بأنفاسه في هذا الشهر أن تصرف إلى غير طاعة. أثقل شيء عليه أن يلقى الناس، ولهذا يقل مما لا حاجة إليه من الكلام والزيارات وصنوف الأشياء التي يمكن تأجيلها، ولا يفعل شيئا من هذا إلا وهو يحتسب كصلة رحم أو تفقد يعني جيران أو نحو ذلك،
وما سوى ذلك هو لا يريد أن يرى أحدا ولا أن يراه أحد. يحاسب نفسه على أوقات النوم، يحاسب نفسه على كل ضحكة أو بسمة يبادر زمانه. قد عرف أن هذا الشهر أسرع ما يكون انقضاء، أياما معدودات، ما أسرع ما يمر كلمع سراب أو كبرق سحاب، وهو لا يدري ربما كان آخر رمضان، ولهذا هو يغتنم من هذا الزمان المبارك ما عسى أن يصلح له قلبه في هذه الدنيا فيعاين الجنة قبل جنة الآخرة، يغتنم ما عسى أن يصلح له شأنه في الآخرة إذا لقي ربه سبحانه وتعالى وسأله عن القليل والكثير والنقير والقطمير، يعرف أنه موقوف وأنه مسؤول وأنه في قصور وتقصير. فهذا زمان الجد، وهذا زمان البذل، وهذا زمان البذر والزرع. عسى أن يمن الله عز وجل بتوبة صادقة، عسى أن يلهم الله عز وجل الإنابة، عسى أن ينعم الله عز وجل بحضور القلب ودموع العين وقصر الأمل والزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة. وهناك لا تسأل عن الأفراح، ولا تسأل عن الأنس، ولا تسأل عن اللذة، ولا تسأل عن السعادة. من فاتته هذه المعاني فإنه لا يعرف للسعادة معنى. لا تكون السعادة أبدا في شربة ماء، أو في أكلة طعام، أو في نزهة بر أو بحر، أو في زوجة حسناء. كل هذا مع أنه مما زين للناس، لكن هذا ليس هو السعادة الحقة. إنما السعادة في أن تكون موصولا بربك سبحانه وتعالى، وهذا شيء نعرفه في رمضان، ولا نزال نجتني من هذه الثمرات في رمضان حتى يأذن الله عز وجل أن تصاحبنا في رمضان وغير رمضان، لكن للآن لا نعرفها إلا في رمضان. ونحن نسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الحال حالا لنا، أن يقربنا منه، أن يمضي لنا نيتنا في طاعته وهجرتنا إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما بلغتنا رمضان فارزقنا فيه من التوفيق ما نسعد به في الدنيا قبل الآخرة، اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله عليه وسلم.